في الفيديو ده هنتعرف على كيفية تغيير اسم المستخدم أو اليوزر نيم الخاص بحسابك على سناب شات الطريقة سهلة جداً وبسيطة بتفتح سناب شات وبتضغط على الصورة الدائرية للحساب اللي موجودة في أعلى يسار الشاشة بيفتح معانا الصفحة دي بنضغط على رمز الترس اللي موجود في أعلى يسار الشاشة علشان يفتح معانا صفحة الاعدادات الخاصة بالتطبيق بيفتح معانا صفحة الاعدادات بنضغط على الخيار الثاني وهو اسم المستخدم وبنضغط على تغيير اسم المستخدم وبنضغط على متابعة وبيتغير اسم المستخدم بحسب رغبتك وهنا طبعا بيقول اسم المستخدم غير متاح ده معناه ان في شخص اخر مستخدم نفس الاسم بتفضل تغير لحد لما يقول ان اسم المستخدم ده متاح وهنا بيقول لك اسم المستخدم متاح بتضغط على خيار التالي وهنا بيطلب منك كلمة المرور علشان يتأكد انك بالفعل صاحب الحساب وتأكيد مرة تانية ومتابعة وبالتالي زي ما احنا شايفين تم تغيير اسم المستخدم بنجاح دي كانت الطريقه لو حابب تعرف معلومات اكتر عن سناب شات وعن كل تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد وشكرا جزيلا على المتابعه